يرجع لنا مارك فوتا مرة أخرى. مستر مارك، كنا بنتكلم عن منتخب هولندا يقدر يوصل لبعيد في كأس العالم 2022 ولا لأ؟ حسنا، ليس من السهل أن نقول هذا، لأن هؤلاء اللاعبين لاعبين شباب ليسوا معتادين على هذه الأجواء الصعبة. فبالتالي في بطولة ككأس العالم تحتاج بعض العقليات وبعض القدرات للذهاب بعيدا في كأس العالم. يوجد بعض الأمور المهمة، فيجب أخذ الأمور خطوة خطوة ومباراة مباراة. طيب نرجع بقى لمصر. احنا كنا سامعين ان مارك فوتا سيعود لمصر عن طريق النادي الإسماعيلي ويكون مديرا فنيا. ايه اللي حصل في هذا الأمر؟ حسنا، كان لدي اتصالات مع مستر يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، وكنت ممتنا جدا من هذا الطلب، ولكن لا أعلم لما توقفت، لأي سبب توقفت المفاوضات. أعتقد أن مستر يحيى الكومي يعتقد أن الفريق سيكون بحال أفضل مع الكوتش براون.